بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم بدنا نبدأ في اللي هو شابتر 4. وشابتر 4 دائما نشوف المحل لما الدكتور حكى وبيتكلم عن موضوع الانترنال فورسز. طيب عشان نفهم إيش يعني الانترنال فورسز، أول شغلة بدنا نعرف إيش يعني الانترنال فورسز. هنا إحنا بدنا نتعلم أو نتدرب اللي هو how to determine internal forces at specified location of the member. بدنا نشوف كيف نحسب الانترنال فورسز على في عند نقطة معينة على الممبر. عندي ممبر بأثر عليه مجموعة من القوى الخارجية، بدي أشوف والله الانترنال فورسز عن specified point. لاحظ هنا الانترنال فورسز، إحنا لما بنحكي انترنال فورسز بنحكي عن الشير فورس وعن النورمال فورس بالإضافة للمومنت، بالإضافة إلى المومنت. بعدين بدنا نشوف وين بيحدث الماكسيمم شير، وين ممكن يحدث الماكسيمم شير، وين ممكن يحدث المينيمم اللي هو مومنت، وهكذا. تمام. بعد ذلك بنلاحظ انه في عندي احيانا البيم ما بيكون محمل بشكل واحد من القوى، وفي هاي الحالات بيكون انا عندي، لو انا قلت اول شغله بدنا نحكي عن الانترنال فورس سبيسيفايد بوينت، بعد هيك احنا ان شاء الله حنحكي عن اللي هو الانترنال فورسز as a function في X. X اللي هي الموقع اللي هو اللي أنا باخد عنده بحسب عنده الانترنال فورسز. يعني X هنا البعد تاع المنبر من 0 ل L، من 0 ل L للمنبر. لاحظ في أحيانا التحميل ما بيكون بشكل واحد من الأحمال، يعني مثلا ما بيكون عندي concentrated load واحد، أو ما بيكون عندي distributed load واحد، أو ما بيكون عندي concentrated لوحده، ممكن يكون عندي concentrated مع distributed multi concentrated multi type of distribution. تمام. يعني عندي عدة أنواع من التحميل في اللي هو على المنبر. في هاي الحالة أنا والله ما بقدر اللي هو لو أنا كتبت الانترنال فورسز as a function في X اللي هو الإكس بعد على المحور على المنبر. لاحظ هنا في هاي الحالة أنا ما بقدر أحكم كل اللي هو الانترنال فورسز بفانكشن واحد، وبالتالي بعد يعني كل فترة وفترة، بين كل فترة وفترة حيكون عندي فانكشن للانترنال فورسز زي ما احنا إن شاء الله حنشوف في الأمثلة. كمان بدنا نهتم شوية في موضوع، لاحظ انه الانترنال فورسز هنا بنحكي عن اللي هو ميثود اوف سكشن في البيم او في المنبر. تمام. يعني احنا بنحكي عن ميثود اوف سكشن، يعني عن موضوع قطع، حيحصل قطع. انا بدي اجي اكتب احسب الانترنال فورسز عن الدي، بعمل قطع عن الدي، عن البي بعمل سكشن عند بي. تمام. طيب في موضوع الانترنال فورسز يمكن اهم شغله لازم تكون انت مستحضرها انه انت كيف تجيب الرياكشن. اول شغله انت لازم تجيب الرياكشن في موضوع الانترنال فورسز. هذه مجموعه اللي هو الشغلات ان شاء الله اللي هنحكي عنها، وبعد ذلك ان شاء الله هنشوف الحين اللي هو مجموعه من الامثله، مجموعه من الامثله اللي ممكن نحكي عنها. تمام. طيب لو اجينا للمثال الاول بحكي لي determine the internal forces. شير هو كمان قايل لي ايش هو اللي بده اياه، هو قايل لي internal forces، بعدين قايل لي بدي الشير forces internal normal forces shear forces and bending moment in the beam at position C and position D. تمام. position C and position D. لاحظ بقول لي assume the support at A bend at B ruler. طيب هذا السؤال يمكن هو نوعه بسيط من الأسئلة اللي هو بيقول لي انا والله عن السي او عن الدي بدي اللي هو بدي الانترنال فورس، بدي النورمال والشير والمومنت. لاحظ هنا النورمال هنا ما في عندي قوة افقية، وبالتالي النورمال ما لها قيمة لا عند سي ولا عند دي ولا عند اي نقطة من اللي هو البيم او المنبر. اول ستيب زي ما انا قبل شوية حكيت، انا والله مطالب عشان اعمل اجيب اللي هو الانترنال فورسز، اول ستيب لازم اجيب اللي هو الرياكشن ات اي ات اي وات بي، او الرياكشن ات ذا سبورت. يعني عند السبورت انا لازم اجيب اللي هو الرياكشن. طيب فهنا الموضوع يمكن يتحول معظمه لموضوع اللي هو والله انا بدي اجيب اللي هو الرياكشن. فانا نجي هنا ستيب واحد determine reaction at A and B. تمام. عشان اجيب الرياكشن ات A و B متعلمينها هالموضوع، يعني بس هنا عادي شوية بقول لي خد summation moment at A وبكتب لي اللي هو ايش بيعمل moment at about A. تمام.
بطلع عندي البي واي هاي في الستة ناقص الستة هاي في الاثنين ناقص العشرين لأنها بتشتغل كلوك وايز بتساوي صفر. طلعت البي واي بتساوي خمسة وثلث تمام. الاي واي طلعت تلتين تلتين تمام. الآن بدنا نروح نشوف إيش الستيب تو نعمل سيجمنت أو زي ما قلنا سكشن أو كات أت سي. هنا بدينا بالنقطة سي هو قال لي ستيب تو سيجمنت أي سي فهو عمل لي كات أت سي وحط لي كل القوى اللي ممكن تأثر من A ل C. لاحظ القوى اللي بتأثر من A ل C reaction at A ما فيش غيرها تمام تمام. والبعد من A ل C متر وقال لي بس تنساش اللي هو الموضوع اللي هو الانترنال فورسز بإشاراتها. لو أنا جاي من الشمال لليمين والله الشير بتكون للأسفل والمومنت كلوك وايز. لو أنا جاي من اليمين للشمال الشير للأعلى والمومنت كاونتر كلوك عفوا كلوك وايز برضو تمام كلوك وايز. في الحالتين المومنت بيكون كلوك وايز. طيب نجي هنا نكتب الآن اللي هو الشير as a function مثلا بس هو هنا function مش في x function في بعده تمام. لاحظ عندي هنا الشير بوينت 6.7 أو ثلثين موجب يعني هنا بنحكي summation of y تمام بوينت 6.7 ناقص يا باشمهندس ال v ناقص ال v تساوي صفر وبالتالي ال v هنا تساوي بوينت 6.7 بوينت 6.7 وبالتالي الشير حيكون للأعلى الشير حيكون أو عفوا الشير هنا بإشارته الشير بإشارته يعني الشير حيكون لأسفل. طيب الآن نجي نكتب المومنت المومنت. لاحظ هنا لو أنا أجيت أقول له من A إلى C من بعمل مومنت المومنت بقيمته ولأنه كلوك وايز وبالتالي ناقص المومنت ناقص ناقص بوينت 6.7 في الواحد. إذا بوينت 6.7 في واحد ناقص المومنت بيساوي صفر وبالتالي المومنت بيساوي بوينت 6.7 كيلو نيوتن دوت متر تمام. طيب ستيب 3 هنا نجي للسيجمنت بي دي او دي بي عفوا سيان. في ناس هنا يعني بيستسهلوا زي ما احنا عاملين هنا باخذوا السيجمنت بي دي في ناس باخذوا السيجمنت اي دي. طب هل حيختلف الموضوع؟ لا يا باشمهندس الارقام واللي هو النتائج حتكون زي ما هي تمام. فانا لو اخذت السيجمنت بي دي حشوف كل القوى اللي مأثرة عليه والمومنت هنا في 20 كيلو نيوتن مومنت في الرياكشن ات بي كانت 5.3 السبان من بي لدي اللينج بتاعه 2 متر تمام. وننساش اللي هو اشارات اللي هو الانترنال فورس لما انا جاي من اليمين للشمال من اليمين للشمال. طيب خذ لي ستيب 3 سميشن اوف واي ايكوال 0 ايش في الاف واي 5.3 زائد الفي تساوي صفر ومنه الفي تساوي ناقص 5.3. طيب نجي للمومنت نجي للمومنت لاحظ هنا في عندي ناقص المومنت زائد ال 5.33 مضروبه في الاثنين احنا بناخذ المومنت هنا لاحظ هنا في ناقص والمومنت هنا عكسه تمام المومنت هنا عكسه زائد 5.3 في الاثنين ناقص 20 بيساوي صفر. اذا المومنت الدي بيساوي سالب 9.43 اي بمعنى انه هو كاونتر كلوك وايز بقيمه 9.43 تمام. يعني الانترنال فورسز ات دي لانه هو طالب لو انا اكتب له الانترنال فورسز ات دي والله بكتب له انه الشير هنا بيساوي سالب 5.3 والمومنت بيساوي سالب 9.4 بمعنى انه انا عندي شير بمقدار 5.3 لأسفل عندي مومنت بمقدار 9.43 كاونتر كلوك وايز. هذا بالنسبة للسؤال اللي قدامنا. طيب نجي لسؤال ثاني لو كان عندي والله distribution load determine the internal load internal normal forces shear force and bending moment at D وحكي لي هنا كتب لي انه خذ ال W اللي هو اللود ديستريبيوشن لود 150 نيوتن لكل متر 150 نيوتن لكل متر تمام. هنا مطالب انت تجيب الرياكشن زي ما حكينا زي ما حكينا انت لازم تجيب الرياكشن. هنا سهل لي عشان ما نروحش نقول انه هنا في هنا سي طبعا هو ديتيرمن اول حاجه البيم هنا او الاستراكشر اللي قدامي هو ديتيرمن
عندي هنا الرياكشن 2 اكس واي، هنا في هنج 2 اكس واي، وهنا في شيء 2 اكس واي، وبالتالي الرياكشن 6 والمنبر 2 2 في 3 بيساوي 6. اذا هو ديتيرمن. هنا بس سهل لي الموضوع، قال لي مش انت هاي البي سي ممكن تحللها؟ لا، بي سي في 3 عفوا في 4 على 5 في اتجاه اكس، وبي سي في 3 على 5 في اتجاه واي، بهذه الطريقه هو حل زي ما اخذنا في الاستاتيك. تمام، في موضوع الاستاتيك. تمام، هنا برضو اللود اعطاني 150، ال 150 هاي قال لي انت بدل ما تحكي عن ديستريبيوشن مباشره، انت يلا حول من ديستريبيوشن زي ما تعلمنا لهو الى الكونسنتريتد، وشوف لي وين مكانها. لاحظ انه انا عندي مستطيل، المستطيل او الكونستنت ديستريبيوشن لود قيمته لما بدي احوله، القيمه اللي جايه من الكونستنت عفوا، قيمه اللود الكونسنتريتد لود اللي جايه من الديستريبيوشن الكونستنت بتساوي قيمه هذه الدبليو في الاسبان ومكانها في الوسط. تمام، اذا ال 150 في 8 ومكانها في الوسط. تمام، طيب، وبالتالي لو انا اجيت والله اشوف اللي هو الرياكشن كود سميشن مومنت اباوت ايه، منه بنجيب الاف بي سي. لاحظ 150 في 8 في 4 اللي هي 150 في 8 اللود، والأربعة ابعدها عن الاي. بعدين حكى لي هنا لما انا اخذ هنا البي سي، لاحظ انه في لها مركبه اللي هي بي سي في 4 على 5 ما بتعمل لي مومنت لانها بتمر بالنقطه ايه. البي سي في 3 على 5 في بعدها 8 بتساوي 0، اذا البي سي بتساوي الف. سميشن اف اكس بتساوي 0، خذ له الاي واي عفوا الاي اكس ناقص البي سي في 4 على 5 بتساوي 0، وبالتالي الاي سي الاي اكس بتساوي 800. كذلك الاي واي سميشن اف واي بتساوي 0، ال 150 ناقص ال 4 على 5 ناقص 4 على 5 عفوا، ممكن تاخذ اللي لفوق موجب واللي ممكن تاخذ اللي لفوق سالب. هنا اخذنا اللي لفوق موجب الاي واي ناقص ال 150 زائد البي سي في 3 على 5 بيساوي 0، ومنه الاي واي بيساوي 600. لاحظ هنا بده بس ات بوينت دي، لاحظ يعني ثلثين السؤال هنا بكون رياكشن، انا والله عاوز اجيب الرياكشن. السيجمنت اي دي هروح وانا كاتب اللي هو الان القوه اللي بتاثر من اي ل دي. لاحظ الدبليو هاي بتاثر من اي ل بي، واي ل دي تساوي اي ل بي، وبالتالي هنا انا حاخذ والله قطع هنا. تمام، حاخذ قطع عند الدي، واللود بس اللي جاي لها من الاي للدي. لاحظ مش كل اللود انا حاخذ، بس اللود اللي من الاي للدي اللي قيمته 150 في 4 بتصبح، مش في 8. تمام، 150 في 4 600. في هنا عند الاي واي، في عند الاي واي في الشير وفي المومنت وفي النورمال. لاحظ النورمال الان له قيمه، النورمال له قيمه ليش؟ لانه في الاي اكس لها قيمه، وبالتالي لو انا بقول سميشن اف واي ايكوال 0، لاحظ ناقص 600 هنا عفوا ال 600 هنا ناقص 600 زائد الشير بيساوي 0، الشير بيساوي 0. تمام، طيب سميشن اف اكس بيساوي 0، لاحظ ال 800 اللي جاي من الاي اكس زائد الان بيساوي 0، وبالتالي الان تساوي ناقص 800. يعني اشاره اللي انت فرضه غلط، يعني هو الان تساوي 800 من اليمين الى اليسار. طيب سميشن المومنت، لاحظ لو جينا نكتب المومنت ناقص 600 ناقص 600 في 4 لانها بتعمل كلوك وايز، زائد 600 في 2 ناقص المومنت بيساوي 0، وبالتالي المومنت بيساوي ناقص ال 1200. كده انا بكون كتبت له الانترنال فورسز ات دي. تمام، ات دي. نجي للسؤال هذا، بقول لي ديتيرمن الان خلاص ما بدنا اللي هو موضوع ان انا اجيب عند نقطه معينه اللي هو الانترنال فورسز. الان بدنا ننتقل لموضوع اشمل، بقول لي ديتيرمن ذا شير اند مومنت ان فلور جيردر از فانكشن as a function of x. يعني هو بقول لي هاي الاسبان اعتبرها x، وبقول لي كيف بتغير المومنت والشير كل ما انا قدمت. يعني انا هنا عندي مومنت وشير قيمته بتختلف عن اللي هنا، بتختلف عن اللي هنا، بتختلف عن اللي هنا، بتختلف، يعني كل ما انا مشيت قيم الشير والمومنت بتختلف بتتذبذب. تمام، وبالتالي هو بقول لي احكم لي هذا الكلام التذبذب هذا او الاختلاف من a ل b ب function. ولاحظ هنا زي ما انا قبل شويه حكيت عندي ما عندي حمل واحد، عندي اكثر من حمل، وبالتالي انا ما بقدر احكم كل الشير مومنت فورس والبندنج مومنت في هذا البيم بفانكشن واحد، وبالتالي انا حروح اعمل از اللي هو يعني بارت واحد، بارت اثنين، بارت ثلاثه، او سيجمنت واحد، سيجمنت اثنين، سيجمنت ثلاثه، ونقول له اكس هنا تساوي كذا واكس هنا تساوي وهكذا. حنشوف في اللي هو المثال.
نيجي اول شغله بنحسب، اول شغله بنحسب رياكشن، اول شيء بنجيب الرياكشن الاي. هو برضه هنا قال لي الاي بين والبي رولر، هنا في بين وهنا في رولر، اذا هو ديتيرمان عندي منبر عفوا منبر واحد وثلاثه رياكشن، ثلاثه في واحد ثلاثه، اذا هو ديتيرمان. جبنا الرياكشن طلع عند اي بيساوي هم عند اي 4.5 وعند بي 5.5. الان يا باشمهندس انا كيف بدي اقسم اللي هو زي ما انا بقول لك انت بتقدرش تحكمه بفانكشن واحد. طب انا بناء على ايش بدي اعمل الفانكشن؟ الفانكشن كل ما يتغير نوع الحمل انا بدي اشتغل على فانكشن جديد، كل ما يتغير قيمه الحمل بدي اشتغل على فانكشن جديد. يعني هنا عندي حمل هنا، من هنا لهنا هشتغل على فانكشن واحد، على اللي هو من ايه لعند الحمل الاول هحكمه بفانكشن للشير وفانكشن للمومنت. من A لعند الحمل الثاني، من A لعند الحمل الثاني هحكمه بفانكشن ثاني للشير وفانكشن ثاني للمومنت. بعدين من A للB هحكم بفانكشن ثالث. تمام؟ ممكن هنا نشوف كيف هو شغل. شوف عندي من الصفر لعند الواحد قال لي الاكس تساوي اكبر من صفر اقل من واحد. خذ السيجمنت A لعند اللي هو هنا بس قبل الحمل بشوية، يعني قبل الحمل بلحظة. تمام؟ قبل الحمل بلحظة، يعني لو انت قلت له عند الحمل يعني الاكس تساوي واحد، لا احنا قلنا الاكس اقل من واحد واكبر من زيرو. تمام؟ اكتب لي الفانكشن، اكتب لي عفوا الشير اذا summation of y equal zero. عندي الاي واي الاعلى تل الاي واي 4.5 زائد الشير equal zero تالي الايوا الشير بيساوي سالب 4.5. طب انت ما كتبتهاش بفانكشن، ما كتبتها بفانكشن لانه الشير هنا ما بتغير، ما بنعمل له فانكشن. يعني الشير من 0 ل 1 هنا ثابت كونستنت ايكوال اللي هو سالب 4.5. تمام؟ طيب لو اجينا للمومنت، لا والله المومنت بتغير هنا، يعني المومنت هنا كل ما انا جيت لهنا المومنت بتغير بمقدار يعني بدلاله اكس. طيب نيجي نكتب المومنت، نيجي نكتب المومنت هنا about خلاص نيجي نكتب المومنت اباوتو اللي هو هنا يعني عند النقطة هاي. لاحظ عندي الأربعة ونص هاي بتعمل كلوك وايز، وبالتالي هي عفوا أربعة ونص في ناقص أربعة ونص في إكس، ناقص أربعة ونص في إكس زائد ناقص المومنت بيساوي زيرو، ناقص المومنت بيساوي زيرو، وبالتالي المومنت بيساوي أربعة ونص إكس. لاحظ المومنت بيساوي أربعة ونص إكس، يعني كل ما أنا بعدت شوية المومنت والله بزيد بزيد. وبالتالي لو أنا كانت عند الإكس بتساوي زيرو المومنت زيرو. طب لو الإكس بيساوي بوينت واحد نقول له أربعة ونص بوينت واحد، طب بوينت ثلاثة أربعة ونص بوينت ثلاثة. تمام؟ لو الإكس بيساوي بوينت تسعة أربعة ونص بوينت تسعة، بس المومنت هنا ما الإكس ما بتساوي واحد لأنها أقل من واحد. لاحظ الآن ننتقل للبارت الثاني أو للجزئية الثانية. أنا بدي أحكم والله الشير فورس والبندنج مومنت هنا من زيرو لثلاثة، بحيث إنه الإكس أقل من أكبر من زيرو أقل من ثلاثة، يعني في عندي الحمل أربعة داخل، لكن هنا عندي الثلاثة نفس الحاجة، الإكس أقل من ثلاثة بلحظة، يعني أقل من الحمل بشوية، يعني قبل الحمل بشوية. إيش هذه الشوية؟ جزء لا متناهي من الأرقام. تمام؟ وبالتالي أنا لو أجيت هنا قلت له summation of y بيساوي زيرو، summation of y بيساوي زيرو، عندي الـ هنا الـ of y الأربعة ونص، تمام؟ ناقص الأربعة زائد الشير بيساوي زيرو، أربعة ونص ناقص الأربعة زائد الشير بيساوي زيرو. طيب لاحظ هنا بس عشان نكون منطقيين، منطقيين الأربعة هاي ما بتمشي معي، وبالتالي هي محددة بنقطة، يعني بعد مسافة معينة المسافة هذه واحد. لو أنا أجيت قلت له والله أنا عندي السيجمنت هاي من زيرو لثلاثة، لا بس الأربعة هذه الإكس من زيرو لثلاثة، الأربعة هذه إكس ناقص واحد لأنه خلاص مشيول منها واحد. تمام؟ من نفهمها إنه والله هي محددة بنقطة، وبالتالي أنا بشيل مسافتها اللي قبلها. تمام؟ يعني الشير هنا ما له دخل، 4.5 ناقص 4 زائد الشير بيساوي صفر، وبالتالي الشير يساوي سالب نص كيلو نيوتن. لاحظ المومنت الآن، المومنت ناقص 4.5 في إكس، تمام؟ ناقص 4.5 في إكس زائد هاي الأربعة قديش بتعمل مومنت؟ لاحظ هي بتعمل كاونتر كلوك وايز، بتعمل 4 في الإكس ناقص 1، يعني هنا بتلزمني أعرف قديش هي بعدها، إكس ناقص 1، تمام؟ بيساوي صفر، وبالتالي المومنت بيساوي نص اكس زائد 4، نص اكس زائد 4. طيب لو انا بديت يعني برضو اقول له انا عندي المومنت مثلا عندي الاكس تساوي نص،
نص في نص ربع يساوي 4 يعني المومنت يساوي 4 وربع. طب عند الاكس يساوي 1 المومنت بيساوي 4 المومنت بيساوي 4 اند سو اون وهكذا تمام. نجي الان للسيجمنت 3. سيجمنت 3 بحكي لي انا بدي احكم الفانكشن كامل بس هو هنا عشان ما يغلبش حاله ويقول لي والله اللود الاول محدد بواحد واللود الثاني بعيد 3 وبالتالي انا اقول له هنا في عندي اكس ناقص 1 وهنا اكس ناقص 3 لا راح بدا من هنا ونفس الشغله بطنيش نتائج مختلفه حكينا بدا من اليمين وراح من السيجمنت هنا في عندي 5.5 اللي هي جاي من الرياكشن ات بي وهنا قبل الحمل بلحظه بشتغل الاكس اكبر من 3 واقل من 4 تمام يعني بعد الحمل بشويه واقل من 4 وبعد اللي هو واقل من 4 يعني عند نهايه البيم تمام. طيب اكتب الشير فورس او الشير ايكويشن هنقول له والله الشير هنا الشير زائد 5.5 يساوي 0 وبالتالي الشير بيساوي ناقص 5.5 كيلو نيوتن. طيب عنده حيوضح معنا هذا الموضوع في موضوع رسم اللي هو الشير فورس والبندنج مومنت تمام. حيوضح ليش ايش يعني الشير ناقص 5.5 تمام. طيب نيجي نكتب المومنت لاحظ المومنت هنا كلوك وايز هي يعني ناقص المومنت زائد 5.5 هي بتعمل كاونتر كلوك وايز زائد 5.5 في قديش في اللي هو 4 ناقص اكس بيساوي 0 المومنت بيساوي ناقص 5.5 زائد 22 يعني المومنت هنا محكوم في هاي المنطقه من هاي من هنا لهنا بالمعادله ناقص 5.5 زائد 22. هذا بالنسبه لو انا بدي اكتب الشير فورس البندنج مومنت هذا فانكشن اوف اكس بحيث ان الاكس هي البعد على البيم طيب هنا نفس الشغله بقول لي والله ديتيرمن شير اند مومنت ان ذا بيم ذا فانكشن اوف اكس. شايف هذا البيم بده ايش؟ بده اياك تكتب له ذا فانكشن اوف اكس مين الشير فورس والبندنج مومنت تمام. لاحظ هنا ممكن نستغنى عن موضوع جذر الاكشن بس مش دائما يعني هنا ممكن انا استغنى عن جذر الاكشن بس مش دائما زي ما حكيت لك مش دائما. هنا لو انا جيت اخذ السيجمنت من هنا وامشي معه بمقدار اكس بمقدار اللي هو اكس يا باشمهندس هاي السيجمنت حجيب القوى اللي عليه هنا في 1200 باوند فوت كاونتر كلوك وايز مومنت في عندي 800 باوند لاسفل بعدين اللي هو المثلث اللي شويه بدنا ننتبه كيف نجيب قيمته وين بتوقع. لاحظ انا عندي هنا الحمل عباره عن اللي هو لينير ديستريبيوشن او بنقول عنه للتسهيل مثلث القيمه القصوى فيه 200 والسبان طوله 10. لو انا اجيت يا باشمهندس وقلت لك لو تجيب لي اللي هو موضوع قديش اللي هو قيمه هذا الحمل لو بدي احوله ديستريبيوشن لو انت بس سيب لي هذه الصوره لان ما تطلع على الصوره هنا هنا تطلع قديش قيمه هذا الحمل وين بدي احطه وقديش قيمته قيمته يا باشمهندس هي 200 في 10 في نص تمام ويساوي 1000 تمام بيساوي 1000. طيب هذا بالنسبه للحمل. طيب انا قلت لك انه هذا قيمته لما بكون انا عندي السبان او البحر او طول طول البيم 10 فوت او 10 متر 10 فوت هنا. طيب هنا القيمه 200 والسبان 10. الان لو انا قلت لك بدي اياه على بعد اكس قديش قيمه الحمل؟ شايفوا هذا المثلث اللي ضلعه 200 هنا لو انا هاي ال 200 بدي اجيبها هنا قد مشي مش قيمتها مش يعني قيمه اللود لا يعني هنا صفر صح وبتمشي بتمشي 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 بتوصل لل 200 تمام توصل لل 200. طب انا هنا صفر عند الاكس قديش بتساوي قول له من موضوع تشابه المثلثات بحيث انا عندي القيمه 200 تمام والسبان 10 القيمه تساوي مجهول عند ما السبان يساوي اكس تمام ال 200 على المجهول تمام بيساوي ال 10 على الاكس وبالتالي اللود الدبليو ايش بيساوي ال 200 اكس على 10
200 اكس على 10 تمام، 200 اكس على 10 اللي هي هنا تمام. لاحظ هنا شايف 200 اكس على 10، ايش معنى 200 اكس على 10؟ والله من تشابه المثلثات، لما يكون عندي طول لسبان 10 والحمل 200، لما يكون الحمل بيكون 200، لما يكون لسبان اكس اذا الحمل بيساوي 200 في 10 على في 200 في اكس على 10 من تشابه المثلثات تمام، 200 في اكس على 10. الان 200 في اكس على 10 هاي بدي احولها لكونسنتريتد لود، هذا الديستريبيوتد اللي بيبدا من 0 ل 200 اكس على 10 بدي احولها لكونسنتريتد. مش صعبه مساحه هذا المثلث الصغير ال 200 اكس على 10 على 10 مضروبه في اكس على 2 مساحه مثلث، وبالتالي هاي 200 اكس على 10 في الاكس اللي هو الاسبان في نص اللي هو نصف القاعده في الارتفاع، بعده بكون بعيد من هنا اكس على 3 من هنا 2 اكس على 3. مش موضوع جديد، ولكن هنا اللي بشويه بدخل انه انا بدي اجيبها بدلاله اكس، هذه الحمل بدي هو على بعد 10 فوت عندي 200 باوند، طب على بعد اكس فوت تساوي 200 اكس على 10. انا مش مهندس، لو انا اخذت هذا السيجمنت زي ما انت شايف وقلت لك تعال نكتب الشير تاعه الشير له، لاحظ هنا سالب 800 سالب سالب نص في 200 اكس على 10 في اكس اللي هي قيمته كمان مره، سالب الفي بيساوي 0، سالب الفي بيساوي 0 تمام، وبالتالي الفي هنا تساوي سالب 200 اكس على 200 اكس تربيع على 20 ناقص 800 صح، وبالتالي هنا سالب 10، لاحظ هنا لو اختصرنا ال 200 على 10 20 ال 20 على 2 10 وبالتالي 10 اكس تربيع، بس بالاشاره تاعته سالب 10 اكس تربيع ناقص اللي هي 800. هذا بالنسبه للشير، لاحظ الشير هنا اصبح بيتحرك بفانكشن، يعني انا بمشي على البيم بمشي على البيم، هنا الشير قد ايش بيساوي؟ ناقص 800. طب هنا لا والله لو كانت الاكس تساوي نص نص، اذا اكس تربيع ربع 10 في 10 في ربع 2.5 ناقص 2.5 وناقص 800 وبالتالي ناقص 800 وربع 802.5 802.5. لو كانت اكس تساوي يا باشمهندس 10 5، قول الاكس تساوي 5 احنا وصلنا هنا، قول له ال 5 تربيع 25 ناقص 10 في 25 ناقص 250 وعندي ناقص 800 يعني ناقص 1050، يعني الشير هنا برضه صار يمشي بفانكشن يتداول بفانكشن. طيب نجي نكتب المومنت، نجي نكتب المومنت هذا فانكشن، بقول لي والله يا باشمهندس ابدا الان برضه من هنا عندي المومنت بيشتغل كاونتر كلوك وايز، لاحظ زائد ال 1200 هاي زائد 800 في اكس لانها بتشتغل كاونتر كلوك وايز، زائد برضو هاي برضو بتشتغل كاونتر كلوك وايز، نص في 200 اكس على 10 في اكس في بعدها اللي هي اكس على 3، في بعدها اللي هي اكس على 3، اذا انا باخذ مومنت هنا وبشوف مين القوه اللي بتعمل مومنت حوالين هاي النقطه، بعد ذلك بنيجي بنرتب اللي احنا عملناه، طلع المومنت عندي المومنت تساوي ناقص 10 اكس تربيع ناقص 800 اكس ناقص 1200، يعني انا بحكم المومنت من على هذا البيم بهذا القانون، يعني الان وين ما بدي اجيب قيمه المومنت مش عند النقطه دي او عند النقطه سي، لا وين ما بدي على اي بعد بقدر اجيب اللي هو المومنت على هذا اللي هو البيم تمام. هذا بالنسبه للي هو اكتب الشير فورس والبندنج مومنت از از ا فانكشن اوف اكس، بحيث هي الاكس اللي هي اللي قديش بيبعد عن نقطه معينه. الآن نجي للموضوع الثالث في الشابتر ويمكن هو الأخير، الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام، الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام. Draw the shear force and moment diagram for the beam. لاحظ هي البيم عندي رولر بين ات بي، رولر ات اي بين ات بي، في عندي 500 باوند 200 باوند 300 باوند وعندي اللي هو الأبعاد هاي. أول شغلة زي ما قلنا وزي ما حكينا في موضوع ايجاد اللي هو الشير فورس عند نقطه او ايجاد الشير فورس از ا فانكشن، دائما مطلوب مني اجيب اللي هو الرياكشن، في احتمال يعني احيانا مش مطلوب مني اجيب الرياكشن، في سؤال زي هذا ما جبتش الرياكشن لاني انا بديت من هنا وما وصلتش اصلا لعند البي اللي عندها الرياكشن تمام، لكن هو في الاصل انه انا اجيب الرياكشن، جبنا الرياكشن طلع عند البي واي بيساوي
885 عند الاي واي يساوي 114. تمام. الان نيجي نرسم الشير فورس. الشير فورس لاحظ عند الاي واي في شير بمقدار 114، هي 114. طيب بعد ذلك ما فيش اي نوع تحميل، ما عنديش اي نوع حمل، فيش لود لا كونسنتريتد ولا ديستريبيوشن، بالتالي الشير هذا تم كونستانت لعند 6 فوت، تم 114، قيمه الشير هنا 114. بعد ذلك والله في حمل مقداره 500 باوند، هي 500 باوند هذا شير، يعني ثاني بقول له 114 هاي ناقص. طيب الان احنا بنحكي الان بدنا نرسم الشير فورس البندنج مومنت. هنا جبنا الرياكشن طلعت عند الاي واي تساوي 114، عند البي واي تساوي 885. نبدا الان رسم عند الاي والله بطلع بقيمه 114. لاحظ في الشير فورس فوق موجب وتحت سالب، هيك احنا بنعتمد اللي هو الدكتور بيعتمد ان فوق موجب وتحت سالب. تمام. وبالتالي انا حمشي ب 114 وحكمها كونستنت لعند 6 فوت. ليش؟ لانه ما فيش اي نوع حمل غير اللي هو قيمه الشير في هاي الفتره او في هاي من 0 ل 6. تمام. طيب بعد ذلك بنزل بمقدار 500 باوند. لنزول بمقدار 500 باوند بمعنى انه انا بقول له والله انا عندي 114 موجب، بدي اشيل منهم 500 سالب، بطلع عندي 385.7 سالب. تمام. وبمشي بنفس الطريقه من عند الحمل هذا لعند البي، ما فيش اي نوع حمل بغير قيمه الشير، بالتالي بتمها كونستنت، بتمها كونستنت لعند اللي هو 14 فت. طيب بعد ذلك هنا في عندي قيمه لا اللي هو البي واي، وفي عندي حمل بمقدار 285 ناقص 200، لاحظ بطلع عندي 685. بدي اطلع من السالب 385، وبالتالي بصير عندي 300 باوند. بمشي هنا للاخر، بجي عند الاي بلاقي فيه 300 قيمه شير او ما او لود اللي هو هذا الشير، بالتالي بنزل بال 300. فكر معي الشكل. طيب يا باشمهندس في المومنت هنا موضوع برضه مش صعب. المومنت يا باشمهندس عشان بس نكون في الصوره، المومنت قيمته هي عباره عن تكامل الشير، تكامل الشير، والشير هذا برضه هو عباره عن تكامل لللود. تمام. طيب احنا الان بنهتم في المومنت. المومنت عباره عن تكامل الشير. تعرف زمان كنا نقول ايش يعني تكامل؟ التكامل عباره عن الاريا للشكل، حتى كنا نقسم اول ما تعلمنا التكامل كنا نقول طب ايش الفانكشن هذا من هنا لهنا. تمام. قديش مساحته، بالتالي كنا نروح نعمل سيجمنت للاريا للمنحنى عشان نجيب له الاريا. لا، التكامل اجى قال لي تكامل اللي هو الاريا تاعت هذا المنحنى هي عباره عن التكامل، هذا تذكير. وبالتالي الاريا لهذا الشير، لهذا الشكل تاع الشير بيعطيني قيمه المومنت، وبالتالي المومنت هو عباره عن تكامل الشير. الشير عباره عن ايش؟ استطاق للمومنت. تمام. وهذا حيلزم اللي هو كيف بكره اجيب اللود من شكل المين المومنت والشير. تمام. اقدر اجيب اللود او يكون ناطيني الشير ويقول لي جيب المومنت وجيب مين اللود. طيب مومنت يعني بكامل الشير بيعطيني مومنت، بشتق الشير بيعطيني لود. هذول النقاط شويه مهمه. الان نيجي الان نقول له مساحه هذا الشكل 114 في 6 بيعطيني 685. المتعارف عليه انه احنا البوزيتيف في المومنت بكون تحت مش فوق، البوزيتيف تحت والنيجاتيف فوق. تمام. وبالتالي هنا 114 في 6 685 بقيمة بوزيتيف يعني لتحت. تمام. الان مساحة هذا الشكل 14 ناقص 6 8 في 385 تطلع معي مقدارها لها قيمة، هي القيمة بنطرحها من 685 بعطيني 2400. طيب ال 300 في اللي هو 22 ناقص 14 اللي هي 8 بتعطيني 2400 اللي هو بسكر عندي اللي هو هذا الشكل. طيب هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني ديترمان دروشير اند مومنت دايجرام. عندي هذا الرولر هنا بن، طبعا انا هنا من السيمتري مباشره انا عندي هنا 4، الرولر بيحمل 4 والبن بيحمل 4 والاي اكس بيساوي 0، او عفوا البن اكس بيساوي 0. نيجي الان نرسم المومنت. لاحظ كمان قال المومنت هو الاريا اوف شير. اول شيء نيجي نرسم، هي رسمنا البيم هذا الشير. لاحظ انا هنا طلعت بمقدار 4 اللي هي الرياكشن ات رولر سبورت. بعد ذلك مشيت، فيش اي نوع حمل بغير عندي
اللي هو الشير نزلت بمقدار 2 هاي نزلت بمقدار 2 مشيت ضل كونستنت 2 لحد ما وصلت عند 8 نزلت بمقدار 2 لاحظ هنا هاي المناطق ما في اي لود بغير قيمه الشير تمام بعدين انا مشيت من هنا لهنا كونستنت بعدين برضه نزلت بمقدار 2 مشيت من هنا لهنا كونستنت نزلت بمقدار 2 مشيت من هنا لهنا كونستنت مشيت طلعت بمقدار 4 اللي هي الرياكشن ات بين سبورت تمام طبعا هنا بقول لي يا باشمهندس تنساش انه المومنت بتساوي الاريا اوف شير حاليا المومنت بتساوي الاريا اوف شير وبالتالي لو انا جيت اخذ الاريا لهذا الشكل لوحده 4 في 4 16 لاحظ الانحناء او السلوب تاع طبعا يا شباب هنا يمكن مكسر الخط ولكن هو حقيقه بكون خط متصل خط متصل يعني انا يمكن مع الرسم بس تكسر معي هنا المومنت بيساوي 16 اللي هي 4 في 4 بعدين وصلنا لهنا بجي ال 2 في 4 8 16 زائد 8 24 بعدين هنا لاحظ انه هي بتمها صفر الشير صفر وبالتالي المومنت هنا بتم زي ما هو من هنا لهنا 2 في 4 8 2 في 4 8 تم 24 ناقص 8 16 من هنا لهنا 4 في 4 ناقص 16 16 طرح منها 16 بيعطيني بيسلم على الصفر في نقطة مهمة بقول لي عند الماكسيمم عند الزيرو شير بكون هو الماكسيمم مومنت دائما عند الزيرو شير بكون عند الماكسيمم مومنت دائما طيب هذا بالنسبة لهذا المثال نجي للمثال هذا بقول لي درو شير اند مومنت دايجرام اوف ذا بيم للوهلة الأولى أنا بفكر إنه أنا أكيد حيكون عندي الشير مومنت لا مش دائما لازم يكون عندي الشير ممكن يكون عندي الشير مومنت بدون شير يكون البيم محمل مومنت بمومنت مش محمل بلود يعمل عنده شير وبالتالي عندي هنا لو جيت اجيب الرياكشن ما في رياكشن ما في رياكشن لا اي بي ولا يعني ما في رياكشن ات بين ولا رياكشن ات رولر الاسبان مقسمها لثلاث اجزاء قلعه ثلاثه قلعه ثلاثه قلعه ثلاثه عند قلعه ثلاثه الاولى محمل مومنت بمقدار ام نود كلوك وايز عند اثنين قلعه ثلاثه كاونتر كلوك وايز ام نود وبالتالي الشير دايجرام دائما هنا بيساوي صفر المومنت دايجرام عند القلعه لثلاثه بيكون قيمته موجبه بمقدار ام نود وبيرجع عند 2 على 3 وكمان بيسلم ب 2 بام نود وبالتالي بس هاي المنطقه بكون في عندها المومنت وبكون الماكسيمم مومنت طبعا هيك انا هنا بس بدي اوقف لهنا ان شاء الله بس مش معنى ذلك انه انا خلصت حاقوم ان شاء الله بتسجيل بعض اللي هو الاسئله بالحل اليدوي للشير فور للشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام وانزلهم على صفحه على جروب الواتس فياريت تكونوا شويه متابعين وكذا نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.